أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع الوزارات الشاغرة. مثل ما تعرفون، يعني مصطفى الكاظمي عندما شكل، قبل أن يشكل هذه الحكومة، دخل في مزاد فيه ابتزاز ومساومات مع قوى العملية السياسية من أحزاب وقوى وشخصيات العملية السياسية. هذا المزاد لتوزيع هذه الوزارات وفقا للمحاصصات، والمحاصصة هذه ابتلي بها العراق منذ عام 2003 لحد الآن. جاء بها المحتل بمجلس الحكم واستمرت لحد اليوم. لذلك من المطبلين الذين يتحدثون عن أن مصطفى الكاظمي قد جاء بشيء جديد، يعني يكذبون ويحاولون إيهام الآخرين، والقضية على نفس الحال والوضع كما هو، لم يتغير شيء، والمحاصصة هي، وبالعكس ربما المحاصصة في هذه السنة على، يعني مثل ما يقول الأخوة في مصر، على عينك يا تاجر، يعني واضحة ولا تحتاج إلى لبس وتحدثوا بها الكل. فلذلك دخل معهم في هذا المزاد للمساومات، وهذه الكتل والشخصيات والأحزاب يعني درست هذه الوزارات، كيف تستفاد من هذه الوزارة، ما هي يعني الامتيازات التي تحصل عليها من هذه الوزارة، كيف تستطيع بهذه الوزارة أن تمد يدها أكثر، أن تكون مكاسبها أكثر. وبالتالي اختاروا الوزارات، وجاء مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب الحالي وعرض ما يسمى بالكابينة الوزارية. في هذه الكابينة الوزارية لم يحصل التوافق أو الاتفاق على 7 وزارات، يعني قدم المرشحين، رفضوا المرشحين لسبع وزارات، وهذه الوزارات هي وزارة الخارجية، النفط، الثقافة، العدل، النقل، التجارة، الهجرة. 7 وزارات لم يوافقوا عليها، وبقيت في يعني ساحة هذا المزاد، مزاد المساومات والابتزاز الذي بدأ من قبل تشكيل الحكومة. في هذا الموضوع ما قرأت عن أو سمعتم جميعا وقرأتم عن ممثلين أو نواب، ما يدعى بنواب محافظة البصرة، ممثلين محافظة البصرة في مجلس النواب، كانوا منزعجين وزعلانين وقالوا سنقاطع جلسات البرلمان لأن مصطفى الكاظمي لم يعطي البصرة استحقاقاتها وتستحق، يعني وزارتين، وزارة النقل ووزارة النفط. وبعد ذلك يعني قبلوا أو تنازلوا عن هذا الموضوع، وقالوا لأن وعدونا بأن تعطى البصرة وزارة النفط. في هذا الموضوع نتساءل، يعني ونحن نعرف وكلكم تعرفون أنه من البصرة كان هناك وزير للنقل في الحكومة السابقة وربما في قبلها، والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا فعل وزير النفط للبصرة أو وزير النقل للبصرة؟ يعني هل غير شيء في البصرة؟ هل يعني تغيرت حياة أهل البصرة من السيء إلى الأحسن بوجود هذا وزير النقل؟ هل طرقهم، هل مواصلاتهم، هل وضعيتهم تغيرت؟ هل التخصيصات لهم تغيرت لأن وزيرا من البصرة فيها؟ وماذا سيفعل وزير للنفط إذا ما عين وزير النفط من أهل البصرة؟ ماذا سيفعل لأهل البصرة؟ هل يستطيع هذا الوزير أن يخصص بئرا من النفط لأهل البصرة؟ هل يخصص قسما من نفط العراق، واردات نفط العراق، لأهل البصرة؟ هذه كذبة كبيرة. نفط البصرة، نفط العراق كله مرهون لشركات أجنبية بموجب عقود التراخيص، والذي لا يعرف هذا واهم ومضلل. هذه عقود التراخيص لشركات أجنبية، شيل وهاليبرتن وغيرها، صينية وروسية وبنغالية وهندية وغيرها، يعني سمي ما شئت. كل هذه الشركات حصلت بعقود التراخيص على النفط العراقي إيجارا وملكا لعقود، 5 عقود و10 عقود وإلى ما لا نهاية. وحددوا في هذه العقود حتى طبيعة العمال الذين يأتون به، العاملين في هذه العقود، وطبيعتهم وأعدادهم من أي دول هم. لذلك ليس هناك من العراقيين من يعملون في عقود النفط هذه. ووزارة النفط نسبة إشغال العراقيين في هذه الوزارة لا تتجاوز 1%، لأن العراقيين فقط يحملون النفط على أكتافهم، وأرضهم تحمل النفط، وارداتها تذهب إلى الفاسدين لينهبوا أموال النفط في فسادهم، في جيوبهم، في أرصدتهم، ولدول أخرى يرتبطون معها بأجندات خارجية وأولها إيران. هذه هي الحقيقة. وبالتالي وزير النفط ماذا سيفعل بكم؟
سوى أننا نحن الآن أمام شكل جديد من المحاصرة، هو المحاصصة المناطقية. عندنا محاصصة طائفية ومحاصصة إثنية ومحاصصة مناطقية، ولدينا أيضا محاصصة مكونات. التركمان يطالبون بوزارة ويقولون من حقنا إحنا، كل المكونات حصلت على وزارات، ولماذا لا نحصل على وزارة وحقهم ما دام مزاد المحاصصات هو الذي يحكم العراق، بالتالي حقهم. لكن المضحك والمبكي في هذه القضية أنه عضو عن المكون التركماني في البرلمان يقول أين الديمقراطية التي تتحدث عنها الكتل السياسية، وهو طبعا يعني مبتئس أو يعني زعلان جدا من أن لا يعطى التركمان، يعني لديه زعل كبير على العملية السياسية وعلى مصطفى الكاظمي، لماذا لم يعطى التركمان وزارة من الوزارات وهم مكون يسمى المكون التركماني. القضية ليست في الديمقراطية، مفهوم الديمقراطية في العراق ملتبس ومشوه. الموضوع ليس في الديمقراطية، أنه تتسأل أين الديمقراطية، هي ليست موجودة الديمقراطية. الخلل في عقليتك وفي رؤيتك وفي إدراكك للموضوع، ليس هناك ديمقراطية في العراق. القضية خلل في يعني خيبة الأمل، لا تتحملها الديمقراطية، تحملها أنت لأنك رؤيتك قاصرة. الخلل أساسا في الإطار الحاكم للعراق في العملية السياسية، هي من فيها خلل بنيوي، لذلك كل هذه الجراثيم وكل هذه الأوبئة تظهر لكم. وهذا أيضا ينسحب على الأخوة المسيحيين اللي يطالبون بوزارة لهم، حالهم حال الآخرين، وربما من حقهم لأنه هذا المزاد بهذا الشكل، لكن هذا أيضا يجرنا إلى محاصصة جديدة هي محاصصة دينية. فلدينا في العراق إذن محاصصة دينية، محاصصة مكونات، محاصصة مناطقية، محاصصة إثنية، محاصصة طائفية، وربما غير ذلك من المحاصصات بألوان متعددة، أحمر وأصفر وأخضر وما أعرف، وسمي ما شئت من الألوان. في قضية المحاصصة يعني الوزارات الشاغرة أيضا، الأخوة الأكراد يقولون لدينا إحنا يعني حصة في هذه الوزارة، وحصتنا وزارة العدل ووزارة الخارجية، وربما كانوا يتحدثون عن وزارة المالية وهناك خلافات حولها وما أعرف أي وزارة أخرى. لكن في قضية وزارة العدل رشح الأكراد شخص يدعى خالد شواني. يعني القضية ليست في خالد شواني ولا في قضية الأكراد ولا في قضية تشكيل الوزارة، نحن لا نؤمن بكل هذه القضية، لأن العملية السياسية هي مصيبة العراق، وهذا النظام كله هو أساس الخراب في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. لكن نصف لحالة حصلت، خالد شواني رشحه الأكراد، فاعترضوا ما يسمى بين قوسين البيت الشيعي، تحدث باسمهم أو قال إنه البيت الشيعي لا يقبل بهذا، شخص يدعى حنين قدو، هذا من تحالف الفتح، وتحالف الفتح مثل ما تعرفون يرأسه هادي العامري، فقال لا نقبل بهذا. لماذا لا تقبلون؟ قال لأن هذا الشخص خالد شواني رفع السلاح ضد في وجه الجيش العراقي أيام إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان. طيب، وقال بالنص من المعيب وغير المعقول، من المعيب وغير المعقول تصويت البرلمان على شخصية رفعت السلاح بوجه الجيش العراقي. طيب، وأنا متفق معك تماما، لكن السؤال هو يعني مو من المعيب ومن المعقول أنه من يحكم العراق هم من قاتلوا الجيش العراقي وقاتلوا العراقيين 8 سنوات؟ مهادي العامري الذي يرأس تحالف الفتح الذي أنت عضوا فيه وتتحدث عن بيت شيعي هو فيه والكثير فيه ممن قاتلوا العراقيين حملوا السلاح ضد العراقيين 8 سنوات، بغض النظر عن النظام السابق، هذا ليس حديثا عن نظام سابق، لكن حديث عن واقعة حصلت في تاريخ العراق، حرب بين بلدين رفعوا السلاح ضد بلدهم وقتلوا من العراقيين من السنة والشيعة والكرد والعرب والتركمان والمسيحيين واليزيدين وكل المكونات كانوا في الجيش العراقي، قتلوهم هؤلاء برصاصهم، رصاص إيراني. هل يعقل أن يحكم العراق مثل هؤلاء وهو ليس معيبا ومعقولا، ومن يرفع السلاح الآن ضد الجيش العراقي هو معيب وغير معقول؟ سؤال عليكم أن تجيبوا عليه. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، أترككم برعاية الله والسلام عليكم.